نروح للاستاذ علاء حمام قبل ما نختم ملف نادي الزمالك. استاذ علاء حمام سلام عليكم. عليكم السلام يا استاذ عبد الناصر، ازي حضرتك عامل ايه؟ مساء الفل، وحشني علاء. الله يخليك، انت فينك طول النهار؟ عمال ارن عليك مش لاقيك خالص. يعني النهارده كان بيتوتي بحت. طب ماشي، انا بقلق عليك، انت عارف في كورونا وفي حاجات كده، برد عليا. حاضر يا حبيبي. انت مستهدف؟ اه والله مستهدف. عليك؟ لا والله. ما هو بيدا هارب، كان عايزين يقبضوا عليا. اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. استنى اتنكر والنبي الاحسن حد يشوفني، عايز اتنكر. بس انا كده اتنكرت، انا كده اتنكرت خلاص، ما حدش هيشوفني. اصل بلي الدلدول والراجل المعتوه بيقول لك هارب من الاحكام، فانا كده متنكر حكى ما حدش يعرفني. هو حد والنبي يقول انه عارفني يا جماعه وانا لابس كده؟ اتفضل، انا لابس طاقيه ومداري وشي خالص يا علاء. طيب كويس والله. ماذا لديك من اخبار؟ النهارده في اخبار مهمه جدا جدا جدا. النهارده اتفضل. النهارده العمال والموظفين اتجمعوا وطالبوا بمرتباتهم. رئيس الزمالك منحهم للدخول وطلب لهم الشرطه، والشرطه جت وقت العمال والموظفين خدتهم، عملت لهم محاضر ضد رئيس نادي الزمالك. وفي مجموعه منهم راحوا عند وزاره الرياضه علشان يقابلوا اي مسؤول، لكن فشلوا. كمان في مجموعه منهم راحوا لمكتب العمل وقدموا شكاوى وقدموا مذكرات ضد رئيس نادي الزمالك بيطالبوه بحقوقهم الماليه. فكان في خطوات تصعيديه النهارده من قبل العمال والموظفين. ما هم لازم يعملوا الخطوات التصعيديه دي، لان لو ما عملوهاش هيفضل ياخدهم غياب 15 يوم ويفصلهم فصل تعسفي، ووقتها مش هينفع الشكاوى. اللي ما كانش يروح يثبت في مكتب العمل ويعمل محضر في اسم العجوزه انه ممنوع من الدخول بيضيع حقه بايده، فلازم يفهموا كده. وتحيه للي عملوا كده، وانا عارف ان عدد اللي عملوا كده حوالي 105. عددهم كبير جدا. 105 وراحوا النهارده. وعايز احيي هيئه البريد يا علاء، زي ما حيينا الداخليه ووزاره الداخليه على انهم هم على موقف حياد وما فيش حد ضد حد، وان الناس جم امنوا نادي الزمالك دون ان يضروا بالعمال وما لهمش علاقه بالمشكله اللي ما بين مرتضى والعمال. هم جم بناء على بلاغ من النادي ان النادي مهدد بالاقتحام، فجم حموا النادي فقط لا غير. عايز احيي هيئه البريد، ومش عايز اقول اسم مكتب البريد على كان ده سر، لان اتصلوا بقيادات البريد لما الناس راحت عشان تعمل تلغرافات للنقابه ضد اللجنة النقابية في الزمالك وضد مرتضى منصور في الرئاسة ومجلس النواب ومجلس الوزراء. المسؤولين قالوا لهم يعملوا اللي هم عايزينه، ما فيش حد يقدر يمنع مواطن انه يخاطب مسؤول في الدولة. ده حصل فعلا، وبنحيي برضو رجال الشرطة ان هم تفهموا موقف الموظفين وقالوا لهم احنا مش ضدكم، واللي عايز يعمل محضر ويثبت حالة يتفضل، وتعاونوا معاهم وخلوهم عملوا محاضر وهي اثبتوا حاله، وراحوا مكتب العمل برضه اثبتوا حاله. تمام. بس انا عايز اوجه رساله للدوله المصريه المحترمه. دلوقتي احنا في قارب كبير زينا زي دول العالم كلها. تمام. والداخليه مش فاضيه لرئيس نادي الزمالك. جهاز الشرطه المحترم عنده اولويات مهمه جدا. عايز يحارب المحتكرين للسلع. عايز يحارب المحتكرين للادوات الطبيه. عايز يحافظ على امن وسلامة الوطن في موقف محرج. تمام. فبقول للدولة المصرية احنا مش فاضيين لرئيس نادي الزمالك والفوضى بتاعته دي وعدم صرف مرتبات الموظفين والعمال. الراجل ده لازم يتشد. البلد مش فاضية له دلوقتي. كل اجهزة الدولة مش فاضية لواحد زي ده. في حاجات في مصر اهم من الشخص ده. اجهزة الدولة كلها برئاسة الوزراء بالاجهزة التنفيذية بالوزارات بكله بالمحافظين حالة شدة. زينا زي دول العالم كلها. تمام. الاتحاد الاوروبي شوف اللي بيحصل فيه ايه. احنا مش فاضيين لراجل زي ده. الدوله لازم تاخد موقف ضده. لازم يصرف للناس حقوقها. احنا مش فاضيين لك. هو جهاز الشرطه يقعد يتحمل اعباء ايه ولا ايه ولا ايه؟ هو ده وقت واحد يمنع يقبض الناس ويعمل لنا فوضى في البلد؟ هو ده وقته؟ ده مش تهريج ده. في حاجات اهم منه بكتير.
في حاجات اهم منه بكتير لازم الشرطه واجهزه الدوله تفضلها. فلازم الاجهزه المعنيه والدوله تجيب الراجل ده وتقول له احنا مش فاضيين لك. احنا مش فاضيين لك، احنا كل شويه تقعد تضايق الموظفين والعمال ويتجمهروا ويشتموك ويعملوا ضدك وتمنعهم الدخول وما تدخلهمش، احنا مش فاضيين لك. هم عندهم حاجات اهم. عندهم حاجات بيراقبوها وحاجات بيشوفوها واماكن تجمعات بيقفلوها وحاجات بيرصدوها. صحه المصريين اهم من رئيس نادي الزمالك وامن الفوضى اللي هو عاملها دي. فهو طالب الدوله انها تاخد موقف ضده. اي حد في المشهد، اي حد يعمل عبث في مشهد مهم زي ده يتحاسب على طول. ما يتسابش يعني. بتفق معاك والله يا علاء. نخش على اخبار الفرقه بسرعه بعد اذنك. اتفضل. الزمالك بيفاوض لعيب اسمه حسين بن عياده. ده لاعب فريق القسطنطينيه الجزائري. وحسين بن عياده ده الزمالك تواصل مع مدير اعماله. وهو بيلعب في مركز الظهير الايمن، وحضرتك عارف طبعا ان الزمالك عايز يدعم مركز الظهير الايمن. وفي ميزه بتخلي الزمالك جاد في التعاقد مع اللاعب ان عقده ينتهي الموسم الحالي. تمام. نهايه الموسم الحالي. يعني اللعيب شبه فري، يقدر يوقع لاي نادي يرغبه. هو دخل معاه في مفاوضات جد عن طريق وكيل اعماله، لكن لسه ما وصلوش لمرحله الحسم يعني. تمام. برضه الزمالك ما دام جبنا سيره الجهه اليمنى للفريق، الزمالك برضه خد قرار بتجديد عقد حازم امام قائد الفريق والجناح الايمن للفريق، وحضرتك عارف طبعا ان عقد حازم امام هينتهي نهايه الموسم الحالي. تمام. خلال الايام القليله المقبله هيتفاوض معاه علشان يحسموا الموضوع ده ويجددوا له عقد. تمام. عندنا المغربي حميد احداد لاعب الزمالك المعار لنادي الرجاء المغربي، تنازل عن جزء من مستحقاته لدى نادي الرجاء لمحاربة فيروس كورونا. يشكر والله، راجل محترم. وكتب على حسابه عبر مواقع التواصل الاجتماعي: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعد إغلاق عدد كبير من المحلات سوف يتوقف الدخل عند العديد من العائلات، لذا قررت تخصيص جزء من مستحقاتي لهذه العائلات، وطبعا اتمنى ان بلاده المغرب تعدي من الظروف الصعبه. خلينا برضه نحيي ساديو ماني اللي تبرع لمنظمه الصحه العالميه بمبلغ مالي كبير النهارده لمواجهه فيروس كورونا. ده ساديو ماني ده عم العالم، عم افريقيا. بحبه جدا عشان تبقى عارف. لا لا، راجل محترم. الدفاع الجوي وسلمت عليه، ده نجم النجوم. لا لا، نجم النجوم بجد يعني. النهارده تبرع بما قيمته حوالي 40 مليون جنيه مصري، او بما يساوي 40 مليون جنيه مصري على ما وصلني. انا مش عندي الرقم بالظبط، لو حد عنده الرقم يقول لي يا شباب، لمنظمه الصحه العالميه لمواجهه فيروس كورونا. اتفضل يا علاء. برافو عليك. عندنا النهارده الاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا احيا ذكرى وفاه الكابتن محمد لطيف. يا سلام. طبعا كابتن محمد لطيف ايقونه التعليق العربي وشيخ المعلقين رحمه الله عليه. الله يرحمه. وطبعا كابتن محمد لطيف كان حكم دولي ودرب المنتخب الوطني في اولمبياد هيلينسكي. ايه؟ ايوه معاك. ومشرف اشرف على منتخب كاس الامم، منتخب مصر في امم افريقيا 57. وطبعا هو لعب في مونديال 34، اول مونديال شاركت في مصر. ولعب في اولمبياد برلين 36، واول مباراه الراحل علق عليها الله يرحمه يعني كانت بين منتخبي القاهره والاسكندريه. طبعا حضرتك عارف ان كل المعلقين اللي جم في سنين طويله قوي كلهم كانوا تلامذه المعلق الراحل شيخ المعلقين الكابتن محمد لطيف. الاصدقاء بعتوا لنا، هم بيقول لك 45,000 دولار ما يساوي 50 مليون جنيه مصري. أو 45,000 يورو ما يعادل 30 أو 50 مليون يعني فرنك، يعني قريب من اللي احنا قلناه. المهم أيا كان الرقم، 41,000 جنيه استرليني، 45,000 يورو، أيا كان الرقم ونوع العملة، هذا جهد يحسب لنجم كبير اسمه ساديو ماني. طبعا. اللي بعده. عندنا الزمالك طلب من لجنه التظلمات باتحاد الكوره انها تحقق مع شيكابالا وامام عاشور والاداره احمد زاهر وعبد الله جمعه، اللي طبعا كانت لجنه الانضباط خلصت عليهم عقوبات. الزمالك بيقول لجنه التظلمات اللي هو قدم لها تظلم ضد عقوبات لجنه الانضباط حققي مع امام عاشور وشيكابالا وعبد الله جمعه واحمد زاهر قبل ما تاخدي اي قرار في التظلم اللي احنا مقدمينه. تمام. ممكن لجنه التظلمات توافق على قرار الزمالك او على طلب الزمالك، وخلال الايام المقبله تحقق مع اللعيبه اللي هو طلب التحقيق معاهم قبل النظر في
التظلم اللي هم تقدموا بيه. تمام. عندنا النهارده صفحات الجماهيريه الخاصه بنادي الزمالك هجمت الكابتن محمد صلاح مدرب الفريق السابق هجوم عنيف جدا جدا جدا. لان الكابتن محمد صلاح اتفضل. معاك. كابتن محمد صلاح النهارده قال تصريح صباح اليوم هم شايفين ان هو تصريح بعيد خالص عن الواقع وان هو جام رئيس النادي ونجله وهاجم اللعيبه وقال ايه بقى؟ قال ان بطوله الدوري الموسم الحالي انتهت لصالح الاهلي وقال لك ان الاهلي هيسير بخطه ثابته وحسابيا يعتبر الدوري لصالح الاهلي واذا تم استكمال البطوله اعتقد الاهلي هيكمل مشواره وهيفوز بالبطوله وقال ان الزمالك ابتعد عن المنافسه عن الدوري بسبب استهتار لاعبيه في بدايه الموسم. وده بقى المقطع اللي ضايق جماهير الزمالك جدا جدا وهجمته بعنف وقالت له ان لعيبه الزمالك ما استهترتش ما تنساش ان كان في مدير فني اسمه ميتشو امكانياته الفنيه ضعيفه وعلى قدها ودمر اللعيبه نفسيا ومعنويا وفنيا. ما هو ما هو الكابتن محمد صلاح لازم يشتغل لحساب مرتضى منصور يعني هيشتغل لحساب مين؟ ما هم هاجموه بعنف وهاجموه بشده وقالوا انت كده بتجامل رئيس النادي وبتجامل يا بيه اللي كان امير اللي كان امير طالع بيقول لك احنا خططنا للي احنا وصلنا له ده الدور قبل النهائي لافريقيا بيضحكوا على مين هو ولا محمد صلاح يا ابني انتوا جايبين كارديرون بالصدفه تعا كان الوحيد اللي كان فاضي يعني من يعني انا في صف الجماهير 10/10 هو ده الجمهور اللي انا بحبه اللي بيفهم ده كارديرون جاب الصدفه كان فاضي مكانك في غيره وفجاه كسر الدنيا مع الزمالك واللعيبه وحشه ازاي يعني مدير فني جه مع نفس اللعيبه من غير تغيير لاعب يبقى الغلط في بيتهمهم كمان بالاستهتار يعني بيقول عليهم كانوا مستهترين بدايه الموسم ما هو الزمالك كانوا مستهترين ولا ما كانش عندهم مدرب؟ ما هو نفس اللي بيقولوا مرتضى وامير واحمد كان في الاخر يقول لك ايه احمد جاب الكونفدراليه الافريقيه وامير جاب السوبر المصري او ايا كان ده جاب السوبر وده جاب سوبر واللعيبه دي يا هوا والجماهير ده ملوش لازمه هو جمهور الزمالك العظيم وهذا الجيل من اللاعبين اللي بيلعب بدون مستحقات وبدون مرتبات حبا في الزمالك وجماهيره دي حقيقة وجمهور الزمالك بصراحة هاجم الكابتن محمد صلاح هجوم عنيف جدا 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 على التصريحات اللي هو قالها دي. وزي ما انت حضرتك قلت اتهموه فعلا ان هو بيقول تصريحات لصالح رئيس النادي ونجل رئيس النادي. جمهور الزمالك جمهور عظيم وبيفهم برافو عليه والله. تمام. عندنا رئيس الزمالك النهارده اتكلم في مسألة تجديد عقد كارتلون. وقال ان هو ما عندوش مانع خالص يجدد عقد كارتلون. وهيبدأ الأيام اللي جاية دي يتكلم معاه في تجديد العقد. حضرتك عارف طبعا ان كارتلون لما وقع للزمالك وقع لنهايه الموسم الحالي. والراجل بطبيعته وكيل اعماله قال ان هو ما بيحبش يمضي عقود اكتر من موسم. واذا تم التجديد مع الزمالك برضه هيكون لمده موسم. يعني الزمالك الايام اللي جايه دي هيبدا يفتح كارتلون في مساله تجديد الايه؟ التعاقد. بس يا ريت بعد ما يجددوا له يسيبوه يكون فرقه براحته محدش يجيب له لعيبه على مزاجه. وانا بقول لك كارتلون بعد نهايه الموسم هيمشي وهيجي مدرب مصري. علشان ندعم الفريق بصفقات جامده زي كل موسم. لا يا اخي تفائل بالخير يا اخي تفائل الجماهير بتزعل يا عم الجماهير بتزعل مننا. موسم هيمشي وهنجيب مدرب وطني محترم لا 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 ندعم الصفقات بتاعتنا لا ان شاء الله ان شاء الله ندعم الفريق بتدعيمات جامده ان شاء الله احنا المره دي سنتصدى لهذا المخطط وخلفنا كل جمهور الزمالك ان شاء الله باذن الله باذن الله باذن الله تعالى باذن الله شكرا يا علاء أشكرك زعب نصر السلام عليكم